بكر من سباق الكأس ما كلوش التأثير السلبي اللي من شأنه باش يمنعوا من مواصلة الرهان على اقتلاع البطولة. ومنذ أرادها الأولى للمقابلة جات عدة فرص لصالح الترجي، لكن قذفت عليه بالناجي، ثم المحاولة اللي أتممها الخميري شادوا فيه أمامنا ما جابوش حتى أي نتيجة. الأولمبي للنقل كان غير أولمبي للنقل لمقابلة الذهاب اللي انصر فيها الترجي بنتيجة عريضة. دفاع الأولمبي ظهر اليوم صلب عنيد، عنده التفاف طيب أمام الحارس اللي سجل أيضا عودته الحارس خضر وهو حارس ممتاز، لكن الترجي اليوم كان عازم على الاحتفاظ بالنقاط اللي اخذها، ومنذ دقيقة 17 يسجل هدف. ربما الموقع متاع الفاهم هدف إذن كان مبكر وكان تأكيد رسمي للترجي. هنا الإعادة، التوزيع من بن يحيى، وافتتاح النتيجة لصالح الترجي الرياضي التونسي. الأولمبي حاول باش يرجع، لكن الهجومات متاعه كانت محتشمة نوعا ما. إلى مطلع دقيقة 25 هجوم كبير للأولمبي، على كل عدة تساؤلات من الجانب الآخر اليوم في هذا اللقاء بنشاهده خاصة في الشوط الثاني. في الشوط الثاني دخل الترجي الرياضي بقوة، والفاهم يضيع هنا الفرصة الواضحة منذ الدقيقة الثالثة. ولربما العامل الإيجابي يظهر في تشكيلة الترجي وهو العامل البدني، فالترجي في الدقيقة الثانية في الشوط الثاني سيطر واضحة على جل ردهات المقابلة، في حين بدا الأولمبي النقل في بعض المواقف الحرجة. هنا أيضا صورة ثابتة تظهر أن طارق دياب ما كانش في موقع تسلل. الأولمبي للنقل هنا كان بإمكانه في دقيقة 32 باش يدارك الموقف. الترجي حس بالخطورة في دقيقة 41، الفاهم برأسه لكن يضيع الفرصة، ثم محاولة أخرى من طارق دياب وقذفة كان لها خضر بالمرصاد الخميري، ثم فدوا في آخر اللقاء ما تمكنوش من مضاعفة النتيجة، واستجوابات من الجانب من الآخر مع عبسة المسعودي وأراء الهيشري والهنشيل. الهيشري بعد